للموازاة مع هذا الوضع ظهرت تيارات تستغل ظروف الشباب للإيقاع بهم وجرهم نحو القيام بالمحظور. شحال الدبلوم تاع حيوا كريم هادي؟ يدي 4 ملايين يا خو. واش غدوة من غدوة كان يعني فيه الدبلوم هذا اوتوماتيكمون لازم يكون مسجل هكذا ولا؟ حقوق تاع لاسيونس تاعو خالصة كلش خالصة ما فيها حسابات يا خو ماشي هكذا دابا. ولا غير كاين واحد اللي زي طاب ما نحب نحكيهم. دوك باغ اكزومبل يجي واحد يقرا ومن بعد يابوندوني يروح ما يولاش. يحط الدوسي وكذا ويروح ما يولاش. واش نديرو حنا؟ يتريكيبير النيميرو يتريكيبير باسم هذا يتحط دوسي واحد اخر يتسجل والسلام عليكم. في الحاله تاع لو كان خرج دراهم انت شحال تشدي شحال لازم باش ندير حسابي؟ انا ذاك وقته حنايا انا ذاك وقته باعتبار انهم ما قاموش بالتربص اللازم والقانوني في مراكز التكوين. لا نمول المؤسسات من اجل التمويل وانما نمول من اجل يعني نظرة اقتصادية شاملة سواء محلية او وطنية او ولائية. الشروق تحقق الاثنين 9:15 على شروق نيوز.